السائل يقول: هناك قبر في إحدى البلاد يدعي أصحابه وجماعة من الصوفية، يقول أنه لنبي الله هود، وتشد الرحال إليه ويدعى عنده، يقول: ما القول في هذا القبر؟ هذا باطل، ولا يعرف على وجه الأرض قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف قبر نبي على وجه الأرض أبدا إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.